تخيل انت هيك تكون قاعد وفجأة تحفر في الأرض تلاقي كيس كله ذهب، تلاقيهم هيك 1000 قطعة ذهب، يعني انت صرت أغنى الأغنياء بهاي اللحظة. ايش بدي أسوي فيهم؟ ايش رح أعمل مشاريع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بلسم آية. سلام سلام، كيف حالكم؟ كل عام وانتم بألف خير، رمضان كريم. طولت شوي عليكم بس معلش يا جماعة، اليوم القصة ان شاء الله رح تعودكم، فيها عبرة كتير بجنن. قصتنا اليوم رح تكون عن التوكل على الله والتقوى، كيف انت لما تتقي رب العالمين وتتخلى عن الاشي اللي قدامك اللي ممكن يكون فيه حرام لأجل الله، كيف رب العالمين رح يعوضك أضعاف مضاعفة. ما بدي أطول عليكم، قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو يا جماعة، ادعموا الفيديو بلايك عشان ينتشر، عشان قناتي ترجع يعني مثل أول وأقدر أصور لكم أكثر. فأعملوا لايك وأعملوا سبسكرايب لقناتي، علقوا لي تعليق كلياتكم شو رأيكم بالقصة وشو حابين أعملكم فيديوهات كمان، ولا تنسوا تضغطوا على زر الجرس بقناتي عشان توصلكم فيديوهاتي، وهذا إنستغرامي ضيفوني عليه حتلاقوه بأول تعليق. معلش أنا صايمة فعم بصور أنا صايمة بس يعني كله بأجره إن شاء الله. يلا بسم الله نبتدأ بالقصة. قصتنا اليوم بتحكي عن شخص اسمه أبو غياث، قصة حقيقية 100% وصارت في إحدى الأزمان. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك رجل اسمه أبو غياث. أبو غياث عالم عابد يسكن مكة، عمره 86 سنة، يعيش في بيت صغير هو وزوجته وأم زوجته وأختاه وبناته الأربع، يعيش تحت مستوى خط الفقر بكثير من شدة فقره. كان أفراد العائلة 9 جميعهم لا يملكون إلا ثوب واحد للصلاة، فكان أبو غياث يصلي به في الحرم ثم يعود لمنزله ويعطيه لزوجته ثم لأمه ثم لأختيه وهكذا حتى أنهم يقدروا كلهم يصلوا. أما باقي الأثواب عندهم في المنزل فهي قصيرة بالية لا تستر الجسم للصلاة. في اليوم الثالث من رمضان بعد صلاة العصر قالت أم غياث لأبي غياث: يا أبا غياث، هذا هو اليوم الثالث من رمضان ولم نذق شيئا من الطعام إلا التمر والماء وبعضا من الخبز اليابس، فاخرج لعلك تجد ما يشبع البطن لفطورنا في هذه الليلة. فقال لها: سأخرج إن شاء الله. فخرج أبو غياث في ذلك العصر صائما يدور في أزقة مكة لعله يجد شيئا من الرزق هنا أو هناك، وأخذ يدور في هذه الأزقة لعله يرى أحدا من المسلمين يرحم حاله ويعطيه من بعض طعام الإفطار. وبعد جهد كبير من المشي اليائس في مدينة تخلو من الأنهار والزروع والبساتين، لم يجد في مكة إلا الرمل الملتهب والهواء الحار والأبواب الموصبة، كل الناس هربت لبيوتها كي تستظل من حر هذه الشمس الحارقة، فخلت الطرقات من الناس والمحسنين. وعند قبيل أذان المغرب رجع أبو غياث إلى منزله وزوجته وبناته دون طعام، ثم توجه إلى الحرم المكي الشريف ليصلي المغرب ويأكل من بعض طعام المحسنين. وفي اليوم الرابع بعد صلاة العصر وبعد إلحاح أم غياث على أبي غياث أن يخرج ليرى إن كان سيقدر أن يجلب لهم بعض الطعام، خرج أبو غياث يطوف شوارع مكة علّه يجد بعضا من الطعام من بعض المحسنين، ولكن للأسف كان اليوم الرابع كاليوم الثالث، لم يستطع أبو غياث إيجاد طعاما لإطعام عائلته. وفي اليوم الخامس من رمضان خرج أبو غياث بحثا عن الطعام، ركزوا معي شو صار، ظل يمشي ويمشي حتى أعياه التعب، فوقف في الطريق كي يستريح واستظل بحائط لبيت في مكة. جلس أبو غياث تحت هذا الحائط ومعه عصا ينكت بها الأرض ويفكر بحاله وحال أهله والفقر الذي يعيشونه. وفي أثناء تحريكه الرمل بعصاه تحرك ثعبان عند موضع العصا
انتبه أبو غياث للثعبان القاتل وقرب عضته السامة المميتة من قدمه، فوثب من مكانه مبتعدا عنه. أخذ يلتقط أنفاسه وينظر إليه من بعيد يراقب الثعبان، لكن الثعبان ظل هادئا ساكنا لا يتحرك. تعجب أبو غياث من سكون الثعبان فاقترب منه بحذر يراقبه، ولكن الثعبان بقي ساكنا في مكانه. اقترب أبو غياث منه أكثر وأخذ يحركه بعصاه ويستثيره، ولكن الثعبان لم يتحرك أبدا، إلى أن اكتشف أن هذا ليس ثعبانا. تبين معه أنه طرف قماش أصفر مدفون، فأخذ أبو غياث يحفر في الأرض عن هذا القماش حتى أخرجه جميعه. شو اللي صار؟ شو طلع معه؟ لقى كيس كبير تقيل فيه قطع كثيرة من المعدن، مجرد ما يحرك بيسمع صوت استكاك المعادن. لف حوله ما لقى حدا، ففتح أبو غياث خيط الحرير الذي شد به الكيس وأخرج بعض القطع. بلا شو بلاقي؟ بلاقي قطع دنانير ذهبية. الدينار الواحد بيساوي ثمنه ثمن كبشين كبيرين، فأبو غياث عد قطع الذهب وإذا بها بألف دينار ذهبي. يا لها من ثروة، ماذا سأفعل بها؟ تخيل أنت هيك تكون قاعد وفجأة تحفر في الأرض تلاقي كيس كله ذهب، تلاقيهم هيك ألف قطعة ذهب، يعني أنت صرت أغنى الأغنياء بهاي اللحظة. شو بتسوي؟ شو بتعمل؟ شو أول إشي بخطر عبالك؟ إيش بدي أسوي فيهم؟ إيش رح أعمل مشاريع؟ وين بدي أروح؟ وين بدي أهج؟ شو بدي أسوي؟ يعني مليون إشي بخطر ببالك، صح؟ نفس الشيء أبو غياث بلش يفكر بهاي الطريقة بالبداية، بلش يسرح في خياله ويحكي: سأشتري بيتاً، سأطعم عائلتي، سأشتري خيلاً وأبقاراً وخرافاً، سأشتري أحلى ملابس الحرير لأهلي وبناتي. وبلش يسرح بخياله أكتر وأكتر ويتخيل هاي الثروة الضخمة شو رح يعمل فيها. وفي أثناء هذه النشوة العابرة تذكر أبو غياث العالم العابد أن هذا المال ليس ملكاً له، يعني ما بيقدر يتصرف فيه كما يحلو له، إنما هذا المال لقطة كما يسميه بعض الفقهاء، يجب أن يعرف بها سنة كاملة حتى يجد صاحبها. فهذا مبلغ كبير من المال وليس مالا تافها حتى ينساه صاحبه ويزهد فيه. إذا هذا المال ليس من حقي بعد، لا بد أن أعرف به سنة كاملة. فوق فقري وقلة حيلتي أجاني هذا الهم كمان، مسؤولية وهم جديد وهو البحث عن صاحب المال. ليتني لم أجد الكيس، وليتني لم أجد المال، ليتني لم أخرج اليوم، وليتني لم أجلس هنا. بلش أبو غياث يندب حظه: ليتني أستطيع أن أدسه في التراب مرة ثانية وأنساه. هكذا أخذ يحدث نفسه، لكنه شخص عالم يعرف أنه إذا وجد اللقطة لا يستطيع أن يضيعها أو يعيدها كما كانت، فهي الآن أصبحت في أمانته وجزءا من مسؤوليته، ولا بد له من البحث عن صاحبها سنة كاملة. خبأ أبو غياث الكيس تحت ثيابه وتوارى عن أعين الناس ورجع فورا إلى منزله. فلما رجع إلى المنزل وجد زوجته أم غياث في انتظاره، فقالت له: بشر يا أبو غياث، هل وجدت شيئا من الطعام؟ فقال لها بارتباك: لا، يرزقنا الله غدا إن شاء. فقالت بفطنة المرأة الحبيبة القريبة من زوجها العارفة بأحواله: هل هناك ما تخفيه عني؟ احنا البنات يما من هن عالطاير تفهم لك، إن اعتدنا لهروبك إلى المسجد في هذا الوقت. يا أبا غياث ما بك؟ فقال لها: نعم، هناك ما أخفيه عنك يا أم غياث، لكني لن أخبرك به حتى تعاهديني أنك لن تفشي هذا السر أبدا. لأنه ببساطة كان أبو غياث يخشى أن ينتشر هذا الخبر فيأتي ناس يدعون أن هذا الكيس لهم ويطالبونه به. فقالت له أم غياث: أعاهدك ألا أفشي سرك أبدا. فحكى لها القصة، فقالت له: وما أنت فاعل بهذا المال؟ فحكى لها: أني رح أسعى بكل جهدي ألاقي صاحب هذا المال. فسكتت أم غياث وانصرفت إلى شؤون بيتها. شوفوا الزوجة الصالحة مش تقعد تلعب بعقله، لا احنا فقراء واحنا خلص هاي عطية من ربنا. الناس الفهمانة الملتزمة اللي عارف الدين وعارف الحق وعارف اللي إلها واللي عليها والحرام والحلال،
خلص ماشي صح، ما في نقاش، ما بتاكل حقوق الناس، ما بتاكل أموال الناس بغير وجه حق، هذا وهم تحت خط الفقر. ما بالكم هلأ إحنا بالأيام هاي بتسارعوا مين يأكل حق التاني أكتر، مين يضغط على التاني بإنه يا بتعمل هيك يا باكل حقك، والكلام لبعض الناس هاشتاج مقصودة. نرجع على القصة. في اليوم السادس من رمضان، وبعد أن أدى أبو غياث صلاة العصر بالمسجد الحرام، قام رجل من خراسان اللي هم بلاد إيران وأفغانستان اليوم، قام يصيح بأعلى صوته: يا أهل مكة، من وجد كيسا فيه 1000 دينار فليرده علي. يرددها 3 مرات. فقام له أبو غياث كأنه رجل ناصح له، فقال له: يا خراساني، إن بلدنا بلد فقير، العمل فيه قليل والمحتاجون فيه كثير، فلو جعلت للذي وجد هذا المال جائزة من هذه 1000 فتعطيه 20 المبلغ، يعني 100 دينار، لعله يرده عليك. فقال له الخراساني: لا، وأجره على الله. رجع أبو غياث إلى منزله وحكى لزوجته ما حدث بينه وبين الخراساني، فاستمعت أم غياث لزوجها بإنصات ولم تعلق بكلمة، ثم انصرفت كالعادة إلى شؤون بيتها. وفي اليوم السابع من رمضان بعد صلاة العصر، قام الرجل الخراساني نفسه صارخا بجموع المسلمين: يا أهل مكة، من وجد كيسا فيه 1000 دينار فليرده علي. ورددها 3. فقام له أبو غياث مرة ثانية ناصحا له: يا خراساني، بالأمس قلت لك أن تجعل جائزة للذي يجد الكيس 20 المبلغ، واليوم أقول لك اجعل له 10 المبلغ، يعني 10 دنانير، لعله يرده عليك. فقال له الخراساني: لا، وأجره على الله. فرجع أبو غياث لزوجته وبيته حزينا، وقص على زوجته ما حدث معه في هذا اليوم. هنا نطقت أم غياث وقالت له: يا أبا غياث، لا تنظر لحالي وحال أمك وأختيك، فنحن قد اعتدنا ألم الجوع والحرمان والصبر منذ زمن، ولكن انظر إلى حال بناتك، هذا اليوم السابع من رمضان ولم يذقن طعم الطعام إلا التمر والماء، لقد أصبحن هزيلات نحيفات يعتصرهن ألم الجوع والفقر، انظر إلى أثوابهن البالية الممزقة المرقعة. يا أبا غياث، لو أنك أخذت من هذا الكيس دينارا واحدا ما ضر هذا المال. يا أبا غياث، دينار واحد تطعم به أهلك وتنقذهم مما هم فيه. يا رجل، نحن نقاسي الفقر معك منذ أكثر من 50 سنة، ولا شاة لنا يوم ولا زرع. يا أبا غياث، خذ من هذا الكيس دينارا واحدا تشبعنا به. سكت أبو غياث قليلا. شوفوا الرد، شوفوا الكلام اللي بيخليكم تصفنوا بالتقوى بالإيمان بالأمانة. أخذ ينظر إلى بناته التي سمعنا ما قالت أمهن له، فتقاطر دمعه وتنهد تنهد المكلوم الحزين، ثم قال لزوجته: أآكل حراما بعد 86 عاما من عمري، وأحرق أحشائي بالنار بعد أن صبرت على فقري، فأستوجب غضب الجبار وأنا قريب من قبري؟ لا والله لا أفعل. شوفوا مخافة ربنا. ثم التفت إلى بناته وهن مجتمعات قد سمعنا ما قالت له أمهن، فقال: شوفوا الأب المربي اللي بخاف الله، إن كنا والله عزيزات على قلبي قريبات مني، تقر عيني بكنا وتسعد، أفرح حين تفرح وأتألم حين تألم وأجوع حين تجع، لكن هذا المال أمانة عندي وأنا اليوم عليه مسؤول. يا بنياتي، دينار واحد أسعدكن به اليوم سيكون عذابا ونارا على أبيكن يوم الحساب، إني اليوم أقوى على الجوع والفقر، لكنني لا أقوى على نار أوقد عليها 1000 سنة إذا احمرت، و1000 سنة حتى ابيضت، و1000 سنة حتى اسودت. يا بنياتي، يا بنياتي، إن النار عظيمة عليها 70,000 زمام، على كل زمام يجره منها 70,000 ملك، لو رف الواحد منهم بجناحه لخسف الأرض بمن فيها. يا عزيزاتي، إن النار عميقة يهوي الكافر والمنافق فيها 70 سنة حتى يستقر في قاعها. يا حبيباتي، إنما الدنيا أيام معدودة، أو شجرة تستظل بظلها
سويعات ثم تغادرها، فلتصبر ولتحتسب. شوفوا هالكلام، شوفوا هالترباي، شوفوا اللي فاهم الدنيا صح واللي فاهم الآخرة صح. عندها بكى الجميع وأبكوني معهم صراحة، يعني أنا صار لي وقت عم بحاول أحبس دموعي وعم بحاول أطلع لكم بصورة فيش فيها دموع. أدمى الكلام قوي قوي جدا والله. وأقبلت البنات يقبلن رأس والدهن ويديه ويرددن: فدتك أنفسنا يا أبي، وسلمك الله من كل شر ومكروه. شوفوا كيف العقل والتقوى ينقذنا صاحبهن من الفتن والهلاك. في اليوم الثامن من رمضان وبعد صلاة العصر، قام الخراساني في صحن مكة ينادي بجموع المسلمين ويردد نفس الكلام: يا أهل مكة، من وجد كيسا فيه 1000 دينار فليرده عليه، ويرددها ثلاثا. فقام أبو غياث للمرة الثالثة وقال له: يا خراساني، بالأمس قلت لك اجعل لمن وجد الكيس 10 المبلغ، واليوم أقول لك اجعل له 10 المبلغ، يعني دينارا واحدا. يا خراساني، دينار واحد يشتري بنصفه شاة يطعم بها عياله، وبنصفه الآخر يشتري بها قربة تكون له مهنة يسقي بها حجيج بيت الله ماء زمزم. فسكت الخراساني يفكر ثم قال: لا، وأجره على الله. هالخراساني، يعني أنا لحد القصة لهون وأنا بقرأ هيك بدي أطلع له، أنا بدي أطلع له من جوا القصة. الموضوع مؤذي يعني عن جد كتير. زلمة رجاك يا زلمة، زلمة فقير. اختم أبو غياث لهذا الرفض العنيد وهذا البخل الأكيد. هذه كانت الفرصة الأخيرة لانتشاله وعائلته من الفقر، فقال: لابد للكيس أن يرجع لصاحبه كاملا غير منقوص. وكل حيل التفاوض للأسف باءت بالفشل. انتظر أبو غياث حتى ينصرف الناس لأعمالهم، وذهب حينها للخرساني حاملا معه الكيس ليعطيه إياه. أخذ أبو غياث يراقب الخرساني وهو يخرج من المسجد، ثم توجه إليه وناداه في غفلة من الناس وقال: إن الكيس الذي تبحث عنه إنما هو عندي محفوظ مصان، فالحق بي رحمك الله. في كل تلك الأيام الثلاثة التي كان ينادي بها الخرساني في الناس، كان هناك من يراقب الموقف. والشخص اللي كان يراقب هذا الموقف هو محمد بن جرير الطبري، صاحب كتاب تاريخ الأمم والملوك المشهور بالطبري. الطبري الذي شغفته تلك المحاورة بين الخرساني وأبو غياث، فتتبع أبو غياث والخرساني لينظر ماذا سيحدث بينهما من جديد. دخل أبو غياث داره القديمة المتهالكة يأخذ منها كيس الدنانير كي يعطيه للخرساني، فأخرج الكيس من مخبأه، وأهله، زوجته، أمه وأخته وبناته ينظرون إلى هذا الكيس نظرة الوداع الأخير. تخيلوا موقفهم وشعورهم. الوداع أيها الكيس العزيز، وداعا، لا لقاء بعده. أعطى أبو غياث الدنانير الذهبية للخرساني، وأخذ الخرساني يعدها، وإذا بها 1000 دينار كامل. ربط الخرساني الكيس وانصرف بهدوء حتى دون أن يشكر أبا غياث على أمانته. تتخيلوا الموقف، بس تخيلوا. فيقول الطبري الذي يراقب الموقف من بعيد: لا أدري أي نوع من الرجال هذا الخرساني، وأي لؤم هذا، وأي بخل، رجل يرجع لك 1000 دينار ذهبي، فلا أنت الذي أعطيته منها ولا أنت الذي شكرتها. يا إلهي، ما هذه القلوب القاسية المتحجرة؟ لقد أحسست أنني أنا المصاب المكلوم وليس هؤلاء المساكين. ولكن بعد لحظات شوفوا شو صار. رجع الخرساني يطرق باب أبي غياث، ففتح أبو غياث الباب وسأله: هل نسيت شيئا؟ فقال الخرساني: اسمع يا أبا غياث، إن أبي ترك لي 3000 دينار فأوصاني بها وقال: 1000 هي لمعاشك، يعني لطعامك وأهلك وبيتك ودابتك، 1000 يا بني لطلبك للعلم، 1000 ثالثة تعطيها لأفقر من تجد في مكة، ولم أجد في مكة أفقر منك يا أبا غياث، فخذها مني هنيئا مريئا. وهنا نزلت دموع أبي غياث وأهله وبناته من وراء الباب. لقد بكى الجميع فرحا من هذه العطية الربانية الكبيرة التي تعرف للتقي النقي صبره وخوفه.
لقد كان الجميع يطمح بدينار واحد، دينار واحد يا جماعة، لكن الله المنعم أعطاهم 1000 دينار، ضاعف العدد 1000 ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الطبري يراقب من بعيد ويقول: لقد بكيت مع دار أبي غياث فرحا بما ظفروا به وفازوا به، وفرحت بفرج الله الذي نزل عليهم. وهم الطبري بالرجوع إلى الحرم الشريف مرة ثانية، فيقول: عندما بدأت أخطو أولى خطواتي سمعت صوت أبي غياث يناديني: يا هذا أقبل. فقال له الطبري: أتعنيني بحديثك يا رجل؟ يعني قصدك أنا عني؟ فقال له أبو غياث: نعم أعنيك أنت، فقد كنت أعلم بمراقبتك لي أنا والخرساني، لكن همومي كثيرة شغلتني عنك وعن تتبعك. لقد حضرت هذه الأعطية العظيمة والخير الكثير الذي وهبنا الله إياه، ولسوف نقسم لك منها. نحن 9 نفر في المنزل وأنت أكملت 10، فهذه 100 دينار لك، بارك الله لك بها. يقول الطبري: فرحت بال100,000 دينار كثيرا، لكن ما دخل قلبي من سرور غناهم كان أشد فرحا من تلك الدنانير. يقول الطبري: شكرت أبا غياث على كرمه وإحسانه، فلما أردت الانصراف قال لي أبو غياث: اعلم أني كنت أقوم فأصلي الفجر في هذا القميص البالي، ثم أخلعه حتى يصلي به أهلي وبناتي وزوجتي، ثم أخرج للعمل بين الظهر والعصر، وأعود آخر النهار بما فتح الله به علي من تمر وكسيرات خبز، ثم أخلع ثيابي مرة ثانية فيصلين به بناتي وأهلي. وهكذا ما كنا نتصور أن نرى هذه الدنانير أبدا، فنفعهن الله بما أخذن، ونفعني الله وإياك بما أخذنا، ورحم الله صاحب المال في قبره وأضعف ثوابه لولده، وشكر الله له. ثم يكمل الطبري حديثه ويقول: ودعت أبا غياث وانصرفت إلى شأني، فكتبت العلم بهذا المال 2 سنين أتقوت به وأشتري منه الورق وأسافر وأعطي الأجرة. لقد كان هذا المال مالا مباركا انتفعت به خير انتفاع في رحلة طلبي للعلم. ويكمل الطبري ويقول: بعد 16 عاما، ركزوا شو صار، ذهبت إلى مكة وسألت عن الشيخ أبي غياث، فقيل لي أنه قد مات، وماتت زوجته وأمها وأختاه، ولم يبقى إلا البنات 4. فسألت عنهن فوجدتهن قد تزوجن من ملوك وأمراء، فقد تسابق الملوك والأمراء عليهم لما انتشر عنهن من خبر صلاح والدهن في الآفاق، فكنت أنزل على أزواجهن فيأنسون بي ويكرمونني حتى توفاهن الله، فبارك الله لهم فيما صاروا إليه. شو رأيكم بالقصة؟ القصة شارحة حالها والعبر شارحة حالها. شوفوا بس التقوى والإيمان ومخافة رب العالمين قدام عيونك بتجيب لك الرزق لعندك مضاعف. بيكون نفسك بشي بسبب مخافة ربنا، ولأنه حرام تاخده بدون حق، بسبب تقواك الله بيعطيك ضعفه. فيا جماعة انتبهوا، انتبهوا تاكلوا أموال الناس بغير وجه حق. خافوا الله بأموال الناس، خافوا الله بحقوق الناس. وبالنهاية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هاي كانت حلقتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوا القصة. ادعموا بلسم آية، شروها في كل مكان يا جماعة، لا تنسوا اللايك والكومنت عشان يرتفع الفيديو ويوصل للجميع. ديروا بالكم على حالكم يا جماعة، رمضان كريم، بحبكم كثير، والسلام عليكم.